ويميل مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي إلى إيقاف زيادات أسعار الفائدة مؤقتاً في اجتماعهم في يونيو وسط تزايد حالة عدم اليقين بشأن التوقعات، لكنهم أشاروا إلى أنهم ليسوا مستعدين بعد للدعوة إلى إنهاء معركتهم ضد التضخم. هذا ما كشفه محضر اجتماع لجنة السوق الفيدرالية المفتوحة لاجتماع مايو والذي صدر مساء أمس، حيث أظهر المحضر أن المسؤولين كانوا منقسمين حول اتجاه أسعار الفائدة مستقبلاً. بعض الأعضاء يرى الحاجة إلى مزيد من الزيادات، بينما يتوقع آخرون تباطؤاً في النمو، وهو ما يبرر توقف عن التشديد، في حين اقترح عدة أعضاء التوقف عن رفع أسعار الفائدة في اجتماع يونيو، إلا أنهم أكدوا أن هذا التعليق سيكون مؤقتاً وأن الزيادات الإضافية لا تزال مطروحة على الطاولة. وأشار الأعضاء إلى أن قرار الرفع أو التعليق مرتبط بالبيانات الاقتصادية التي ستصدر خلال الأسابيع المقبلة. ينضم إلى الآن من فرانكفورت كريستيان شولتز، وهو مدير قسم الأبحاث الأوروبية لدى سيتي جروب جلوبال ماركتس. كريستيان، أهلا وسهلا فيك وشكرا جزيلا عودتك معي إلى البرنامج. نحن نتهيأ لنتحدث معك عن موضوع سقف الدين وتداعيات تخفيض التصنيف الائتماني وما إلى ذلك، سوف ندخل بهذا الموضوع بعد سؤالي عن موضوع طرأ الآن. صدرت للتو نتائج أرقام ناتج محلي الإجمالي في ألمانيا، وهذه للاقتصاد الألماني أظهرت تقلص بالاقتصاد على أساس فصلي بمعدل 0.3% ونمو على أساس سنوي بمعدل 0.2%. أرجو منك أن تلقي لنا بعض الضوء على هذه الأرقام وماذا تعني بالنسبة لنمو الاقتصاد الألماني تحديدا والأوروبي بشكل عام. They fit in quite nicely at the moment with a whole host of حالياً هناك مجموعة من البيانات المخيبة من الاقتصاد الألماني، فقد صدرت مجموعة ضعيفة من أرقام التصنيع لشهر مارس، وهو الشهر الأخير في الربع الأول، وهذا ربما قاد إلى هذا التعديل بالخفض لأرقام الناتج المحلي الإجمالي، وكان المكتب الإحصائي قد قال إن النمو كان عند الصفر، وحاليا وبعد بيانات مارس قالوا إن الاقتصاد انكمش ب0.3%، وكان الاقتصاد قد انكمش في الربع الرابع من العام الماضي، وبالتالي هذا تقنيا يعتبر ركودا بعد انكماش لفصلين، وكنا أمام بعض البيانات الضعيفة. ZEW هذا المؤشر كان متراجعا للشهر الثالث على التوالي، وهو مؤشر جيد على دراسة الأوضاع الاقتصادية، ويبدو أن الوضع الاقتصادي غير جيد، وبيانات آيفو كانت مخيبة للأمال. العنصر الإيجابي في كل ذلك هو أنه يوم الثلاثاء صدر مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات وكان يسجل ارتفاعا حادا اليوم، وضمن بيانات الناتج المحلي الإجمالي رأينا زيادة في ثقة المستهلك. إذن الوضع الأسوأ فيما يتعلق بالضغط على المستهلكين نتيجة ارتفاع الطاقة هذا الأسوأ بات وراءنا، والحكومة تقدم الدعم عبر التخفيض الضريبي، وبرأيي أن الاقتصاد يستطيع أن يتسارع في النصف الثاني من العام مع تراجع تأثير الصدمات، لكن نقطة البداية ضعيفة، وهذه هي الرسالة الأساسية من بيانات هذا الصباح. بالإضافة إلى الضغوط الداخلية بالنسبة لألمانيا ولأوروبا تحديدا، هناك أيضا الضغوط الخارجية، ونتحدث عن موضوع هذه الأزمة في موضوع سقف الدين التي تلقي بظلالها لا شك على الاقتصادات حول العالم لما تعنيه من احتمالية تخلف من قبل الولايات المتحدة. فيتش الآن تضع تصنيف الولايات المتحدة تحت علامة استفهام، برأيك هل إلى أي مدى ممكن أن يكون لهذا أثر سلبي على
على الصورة العالمية. من الواضح أن هذا الأمر يمكن أن يقود إلى تبعات تقنية وفنية قد تؤدي إلى مشاكل ومتاعب مالية للاقتصاد العالمي، مع احتمال تخفيض التصنيف واحتمال التخلف الفعلي عن السداد وتأثير ذلك على تكاليف الاقتراض. في بعض المزادات الحكومية نجد أن تكاليف الاقتراض المحيطة بهذا التاريخ مرتفعة، وهذا الأمر يؤثر بطبيعة الحال على الإنفاق الحكومي وعلى تكاليف الاقتراض الحكومي وعلى الاقتصاد عموما، وتحديدا بالنسبة لمالكي المساكن والمقترضين عموما. إذن هذا الأمر أصلا يشكل مشكلة للاقتصاد، يعاني من مشاكل وانكماش في الاقتراض، وبرأينا المشكلة ستحل وسيكون هناك اتفاق شامل يؤدي إلى إرجاء رفع سقف الدين إلى ما بعد الانتخابات المقبلة، أي رفع سقف الدين وتأجيل المشكلة دون الاضطرار إلى إجراءات تقشف. ويجب أن نراقب الوضع، لا أحد يعلم ما الذي يمكن أن يحصل حاليا. لا، ما حدا بيقدر يتأكد، بس اللي نحن متأكدين منه تماما بأنه في هذا الاضطراب وأيضا التأخير، حتى إن توصلوا إلى اتفاقية، حتى إذا اليوم بايدن ومكارثي سلموا على بعض الوضع إيده بإيد الثاني وتم الاتفاق، في بروسس بده ياخذ وقت لبين ما يحصل هذا البروسس اللي بده ياخذ وقته، يعني تأخير على الأسواق. أيضا ما هي درجة هذا التأخير، وهل هناك احتساب يعني لأي تداعيات سلبية من ذلك؟ كما قلت قبل قليل، بالقرب من المهلة النهائية، الجميع يتحدث عن بداية يونيو، أي اعتبارا من الأسبوع المقبل، عملية الاحتساب المحيطة بهذا التاريخ متأثرة، وهذا الأمر يؤدي إلى زيادة التقلبات وتكاليف الاقتراض عند تلك الفترة الزمنية، وهذا الأمر له تبعات سلبية. ولكن في الأسابيع الماضية رأينا مفاوضات جارية، وكان هناك حوار سياسي، وعادة المفاوضات تستمر إلى اللحظة الأخيرة، ليس فقط في أمريكا وإنما في أنحاء العالم. عادة المفاوضات تستمر حتى اللحظة الأخيرة، حتى يضطر كل طرف إلى تقديم التنازلات المؤلمة وللتوصل إلى تسوية. برأينا سنكون أمام إنفاق حكومي أقل في نهاية المطاف، وهذا الأمر سيؤثر على الاقتصاد. ويجب أن لا ننسى أنه حتى لو حلت المشكلة فسنكون أمام تأثير على النمو في أمريكا، سيكون هناك دعم حكومي أقل في السنة أو سنة والنصف المقبلين حتى تأتي الإدارة الجديدة إلى السلطة، وإذا لم يبرم الاتفاق ستكون التبعات أكثر وخامة. وفي حال توصل إلى تلك الاتفاقية المأمولة، إذن ما هي توقعاتك كيف تتأثر أسعار السندات، العوائد السندات، وهل ستشهد ارتياح لأي درجة؟ الأخبار الاقتصادية الأمريكية إيجابية عموما، والبيانات الاقتصادية الأمريكية تقدم أداء قويا، هو ليس أداء رائعا جدا ولكن الأداء مقبول، ويبدو أن الركود غير وارد، وتحديدا في بيانات سوق العمل. وإذا ترافق ذلك بإزالة عدم اليقين المرتبط بمشكلة سقف الدين، وإذا كان النمو مرنا فهذا يعني أن النمو سيستمر، وهذا يعني أن احتمال خفض، بالأحرى نتوقع رفعا للفائدة في يونيو ويوليو إلى 5.75 كفائدة نهائية، والفائدة ستظل عالية لفترة من الزمن، وفي نهاية المطاف الاقتصاد يجب أن يتباطأ، هذا ما يحتاجه الفيدرالي للسيطرة على التضخم.
إذن حل مشكلة سقف الدين سيعيد الناس إلى التركيز على المرونة الكبيرة التي يتمتع بها الاقتصاد الأمريكي ومهمة الفيدرالي المتعلقة بخفض التضخم عبر المزيد من عمليات رفع الفائدة. كريستيان شولت، شكرا جزيلا حضورك معي صباح اليوم. اشتركوا في قناة اقتصاد الشرق مع بلومبرج على يوتيوب لمتابعة برنامج الصباح مع صبا، معي أنا صبا عودي.